مرحبا، أهلا وسهلا فيكم، سلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا على كنار تي في، طريق الهجرة إلى كندا. في هذه الحلقات احنا بنحاول دائما نعطيكم أفضل الطرق وأسهل الطرق القانونية للوصول إلى كندا، مش شرط بس للهجرة، لا حتى للدراسة، للعمل، للسياحة، لزيارة الأهل. وعشان هيك أنا والأستاذ محمد دايماً بنحاول إنه نكون معكم، ما نعطيكم معلومات منا لأنه إحنا مش مستشارين هجرة وأخصائيين، فبنستضيف مستشارين هجرة مرخصين من قبل الحكومة الكندية بإعطائكم المعلومات القانونية حسب الأب تو ديت. يعني بنحكي اليوم حنتكلم عن موضوع مهم، الفيز. أستاذ محمد، عمرك حطيت فيزا على جواز سفرك لدولة وعانيت من موضوع الامباسي والكونسليت ورايحة وراجعة؟ والله شوف، يعني كان لما رحت على بريطانيا كانوا يحكوا انها صعبة ومعقدة ومن هالكلام هذا، لكن يعني ما كانتش صعبة صراحة. دول عربية ما كانش فيها صعوبة كثير. كندا طبعا كانت طبيعية لانها هجرة، يعني سكيلد وركرز، وكانت طبيعية. لكن أنا اللي بسمعه إنه فعلا في ناس بيحسوا بصعوبات ومشاكل، لكن بيحضرني دائما الفيلم المصري اللي حكى عن على موضوع الهجرة، موضوع الفيزا، وكيف كان راح على السفارة الأمريكية وكان اسم الفيلم طلق صناعي، وكان خطته انه يخلي مرته تولد داخل السفاره وبعدين ياخذ الفيزا غصب عنهم، خلاص ياخذ الفيزا ويصير بامكانه الكلام هذا. كان فيلم يعني رهيب، بس عميق، فيه كوميديا كثير بس عميق جدا. فموضوع الفيزا موضوع شاغل بال الناس، مش بس في الحقيقه، في الافلام وفي الاخبار، في كل مجال. ان شاء الله نقدر اليوم نفكفك شوي من بعض الأشياء والأسرار اللي لها علاقة بالفيزا الكندية. وطبعاً احنا عارفين الدكتور عمر دائماً يعني بيحاول يوصل لهاي الأسرار ويكشفها للناس، فإن شاء الله اليوم نحاول نطلع لنا بكم سر هيك من أسرار المهنة في موضوع الفيزا. هلا دكتور عمر، كيفك؟ حياتي، أهلين، شو أخباركم؟ شرفت على الصحة تمام. حضرت فيلم طلق صناعي؟ حضرته. شفت الفيزا؟ أكيد صح. هو هذا هم من واقع، ترى يعني يمكن هذا الحلم عند كثير من الشباب بشكل عام في دول كثيرة حول العالم، الحصول على فيزا ويطلع ويشتغل، وأنت عارف يعني هذا الشيء. يا دكتور، أنا تجيني حالات من أشخاص بيكونوا دافعين مبالغ خيالية للفيزا، لناس نصابين 50,000 70,000 بس مشان فيزا. صحيح. فهي أطماع كتير وأمال كتير من الناس لأهداف. وإحنا طبعا عارفين قديش في هنا أدفانتج بكندا، نعم، من حقوق إنسان يعني ومن جميعه إشي إحنا فاقدينه في بلادنا للأسف. طيب خلينا نحكي، يعني بدأ بسؤالي الأول، ما هي الفيزا الكندية؟ من مطلوب منه أنه يتقدم للفيزا الكندية؟ خاصة نحكي عن الوطن العربي يمكن أهم شيء الآن. الفيزا الكندية هي عبارة عن، خلينا نحكي، تصريح مرور للوصول إلى كندا لكل شخص ما له أي وضع قانوني بكندا. يعني معنى آخر، إذا أنت من جنسيات غير متجنس، ما عندك ورك بيرميت، ما عندك إذن عمل، ما عندك إقامة دائمة، ما أنت مش طالب، ما عندك أي صفة قانونية داخل كندا، فأنت بحاجة لفيزا. طبعا الفيزا زي ما حكينا، هي الفيزا أنواع وشروط مختلفة وتفاصيلها،
ممكن نحكيها بالوقت المناسب. أكيد. أنا بس معلش أستاذ محمد بدي أنوه على شغلة يمكن يمكن ما تمس اللي معهم جنسيات عربية، بس أي واحد ما معه أو معاه جنسية تسمح له دخول كندا بدون فيزا لازم يقدم على شغلة اسمها ETA I think. ETA. Yeah. لأنه فينا صديق عربي كان معاه جواز بريطاني، لما إجا على المطار تغلب كتير لأنه كانت بالبداية يعني سمحوا له إنه يقدم، بس هو طلع لازم يقدم قبل 24 ساعة، مبلغها $7 I think، وتقريبا أوتوماتيك بتطلع، بس إذا ما قدم لها مشكلة. كلام سليم. هي الـ ETA أكتر شيء أعتقد جميع الدول الأوروبية وبعض دول كتير هم يعني مضافين لهذا الحكي، بس غالبا هي الدول الأوروبية دون استثناء، أعتقد باستثناء هي USA. نعم. كدول لها علاقة يعني نحكي مثيرة مع كندا، لكن بالنسبة للـ ETA هي لكل الدول الأوروبية، وزي ما حكيت دكتور هي عبارة عن أوتوماتيك، بتقدم الطلب رسومة بسيطة كلها 5-10 minutes 15 minutes you get like authorization number. لكن الـ ETA بعد دخول الشخص كندا هو يعني هو يعني بيكون خاضع لنفس الشروط الفيزا العادية، وقت محدد لأيام محددة، في تجديد في كذا في كذا، فيها لشروط. ممتاز. طيب دكتور، كل الآن كندا في عندها اتفاقيات وفي عندها تحالفات وفي عندها علاقات، في شيء علاقات تجارية، في شيء علاقات دبلوماسية متينة، هل كل الدول العربية خاضعة لموضوع الفيزا أو ضرورة وجود فيزا إلها حتى لأي حدا من مواطنيها بده يجي على كندا، ولا المسألة بتعتمد على نوع الفيزا المطلوبة؟ هو طبعا زي ما ذكرت قبل شوي في اتفاقات ثنائية بتختلف بين دولة ودولة، يعني أعتقد كانت اتفاقية كندا مع دول الخليج قبل سبتمبر 11 كانت وضع، وهلأ أصبحت وضع ثاني. زمان كانت الكويت والسعودية وبعض دول عديدة إنه ما بدك فيزا، you board the flight، خلاص تأخذ فيزا في المطار. لكن بعد سبتمبر 11 كلها صارت دراسات جديدة وصارت new policies، وبعض الدول بلشت ترجع زي أول، اللي هم ممكن يكونوا هم معفيين أو exempt من الفيزا condition، زي مثلا الإمارات على سبيل المثال. لكن الأغلبية الصاحقة من الدول العربية هم كلهم بدون فيزا، والفيزا هي فيزا لجميع الدول العربية دون استثناء. طبعاً الفيزا أنواع، وهذه يمكن أذكرها هلا بعد يعني إجابة على هذا السؤال. تفضل دكتور. الفيزا هي اسمها فيزا عبارة عن إجازة مرورية مؤقتة محدودة بوقت معين ولا expiry date. حبيت بس أنبه شغلة، اللي بيقدم الفيزا الكندية ممكن مختلف عن اللي بيقدم فيزا USA. بالسفارة الكندية ما في مقابلات، كله أونلاين أو عن طريق الباك سنتر اللي هو مراكز تبعات اللي الفينجر برينتس الموجودة في كل الدول العربية دون استثناء. بتقدم طلبك أونلاين أو بتقدمه بالباك سنتر، then they proceed. ما في انترفيو، ما في فيزيكال انترفيو، عكس اللي بيكون بالسفارة الأمريكية إنك بتروح هناك في انترفيو، في فيزيكال كونتاكت بينك وبين الأوفيسر أو ديالوج مباشر. وهنا ممكن يعطيها شوية نوع من الصعوبة بالفيزا الكندية، لأنه أنت بدك تحط كل your thought وكل أفكارك in writing. لكن لما تقارنها مع الفيزا الأمريكية ممكن body language، لغة العيون، بتطلع عليك بصدقك بصدقكيش، هاي كلها ممكن تلعب دور أنك أنت أكون chance إلك للفيزا الأمريكية أكتر. وهذا واقع. هلا معروف دائما أنه الفيزا الأمريكية إلى حد ما أسهل الفيزا الكندية، لأنه الفيزا الكندية هي complete، بتعتمد على الإيفاليوشن تبع الأوفيسر للديكيمنت، وما بشوفك شخصي. أوكي. قديش أوراقك هم ماتش وكومبلاينج بالكونديشن اللي هو الكرايتيريا اللي هو بتطلع عليها، قديش بكون عندك شانس إنه تو أبروف يو. فهذه أول شغله. فالفيزا هي للسفارة الكندية هي تقدم عن طريق مراكز الفاك الموجودة بكل الدول، يعني تقريبا بكل الدول موجود. موجود بالإمارات، موجود بالكويت، موجود بالسعودية، موجود بالأردن، موجود بمصر، everywhere. فهذا الباك هو المركز اللي بيعمل يعني خلينا نحكي الانتيك، بأخذ الابليكيشن then he forwarded للقنصلية، والقنصلية they proceed للفيزا ابليكيشن. هذه الطريقة. هلا
بدنا ننبه لشغله هون واحده، وكثير في ناس وقعوا بهذا النصب والاحتيال. بيجي شخص بقول لك انا بجيب لك فيزا بدي منك 5000 دينار او 5000 دولار. فباخذ منك الباسبورت وبعد يومين ثلاث اسبوع برجع لك اياه، ممكن تدفع له 50% بعدين بترجع له تدفع له الباقي المبلغ لما يعطيك الباسبورت. تطلع فيزا كنديه عاديه تحطها بجيبتك تروح على المطار. بالمطار دي سكانت فرود، حطوك بالسجن. فلذلك بحكي عمرك ما تعطي باسبورتك لحد حتى يجيب لك فيزا. اوكي، الفيزا لها بروسس ولها طرق، وفيها فينجر برينتس، وفيها زي بايومتريك، وفيها كثير شروط. تعطي جوازك لواحد يمكن يروح يعمل لك فيزا ما تكونش هي اصليه، عباره عن يعني فيك دوكيومنت ورقه. فهو بيخسر الفلوس ويمكن يوع بمشاكل مع الدولة اللي عايش فيها لأنه أصبح تزوير. فهذه كثير مهمة أنه ما تعطي جوازك لحد لأنه ما بيقدر يجيب لك فيزا بدون وجودك. أوكي، هذه ضرورية. وكثير ناس وقعوا في هاي مشاكل. أنا بعرف كثير ناس عراقيين وناس فلسطينيين وسوريين أخذوا فيز على جوازاتهم من ناس، وكلها يعني طلعت يعني على مستوى بيقدرش يغادر بلده لأنه بالمطار في سكان، في سكرين للفيزا. مظبوط، وهذه مشكلة. هذه أول نقطة. فالفيزا هي عندك لما الأوفيس لما تقدم لفيزا زمان، إذا بتتذكر أستاذ محمد أو دكتور، كنا لما نقدم لفيزا كان عندك اختيار بدك إياها سنجل مالتيبل حسب اختيارك، والرسوم تختلف. بدك إياها سنة سنتين، كله بيختلف الرسوم. هلا لا، هلا ما هذا الأوفيس مش موجود. أنت بتقدم لفيزا هي رسوم واحدة اللي هي عبارة عن 185 دولار شامل بايومتريك، والأوفيسر هو بحدد ايش يعطيك اياه. اذا ممكن يعطيك اياها سنجل انتري، ممكن يعطيك اياها مالتيبل انتري، ممكن يعطيك اياها لسفره واحده فقط، ممكن يعطيك اياها لعده سفرات. نعم، هذه واحد. الشيء الثاني ممكن يعطيك اياها مدتها 6 شهور، ممكن يعطيك اياها مدتها سنه، ممكن يعطيك اياها 5 سنين، ممكن يعطيك اياها لنهايه الباسبورت بتاعك. تمام. فهذه كلها متغيرات الفيزا اوفيسر هو اللي بيحددها، مو انا ولا 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 العميل. فأنت بتقدم جوازك، هو بتطلع شو هدف الزيارة ومنه هو بحدد. أحيانا بيعطيك إياها سينجل انتري، لكن لو عملت مرة تانية ممكن يعطيك إياها مالتيبل. فهذا خيار غير موجود، هو الأوفيسر بيتحكم بكل هاي المتغيرات. إذا دفعت زيادة دفعت، ما في الحكي هذا، ما في، هي رسوم واحدة. زمان أول كنا ندفع السينجل غير المالتيبل، السنتين غير الخمسة. قال لا، هي رسوم واحدة، الأوفيسر هو بحدد هدف الزيارة، بحدد حسب البروفايل تبعك. في أشياء كتير متغيرات الأوفيسر بيكون بأخذها من الأكاونت بيفور هي، قبل ما هو يقرر أنه يعطيك الفيزا لقديش، وهل هو مالتيبل انتري ولا سينجل انتري. واضح. وأحيانا الأوفيسر بيتعمد يعطيك بعض الأحيان سينجل انتري حتى يجربك. تروح ترجع مرة تانية بتكون يور أوكي، ما في مشكلة بالنسبة للأوفيسر. أوكي، هي فالفيزا هي الزياره، هي كلها نفس الابلكيشن، سواء فيزا زياره، سواء فيزا بزنس، سواء فيزا عمل، كلها اسمها فيزا. هي ممكن احيانا، اذا دكتور بس خلينا نركز، في فيزا زياره، فيزا عمل، فيزا دراسه، وفي فيزا ثانيه انواع، بس عشان هي كل هذه اسمها فيزا. اوكي، كلها فيزا. يعني الاوفيسر بتطلع لها نفس الطريقه، نفس الدكتور. دكتور الآن لما واحد بده يجي فيزا سياحة، أوكي، مش من مصلحة كندا إنه يكون مالتيبل؟ لا، مصلحة كندا مالتيبل إذا كان هو جينيوان، بس برضو بيخافوا إنه هو ممكن جاي سياحة. أنت عارف كيف كندا مش كتير سياحية. طب والدراسة؟ كيف؟ والدراسة؟ والدراسة هي دراسة، هو بدراسة مختلفة. الدراسة دائما بيعطيك إياها إذا هو يعني إذا وافق إنه يعطيك فيزا الدراسة. وبيعطيك اياها لمده اللي هي الكورس، اذا كان الكورس سنتين بيعطيك اياها سنتين. اوكي، الدراسه بتكون سنجل، لكنها مدتها طويله. بالضبط، الدراسه لا الدراسه بتكون مالتيبل، مدام معك دراسه مالتيبل، بس الليمت تبعها لمده نهايه الكورس. اوكي، لانه الطالب ممكن يكون عنده كور، عنده فاكيشن، بيروح عند اهله، يزور اهله، ما في مشكله. بالضبط. إذا موضوع المالتيبل والسنجل بتتأثر بموضوع نوع الفيزا. أكيد طبعاً. يعني مثلاً اللي بده الابليكيشن هو بكل أنواع هاي الفيز، هو اسمه
اللي هو بسموه تي ار بي، عباره عن تمبرال ريزيدنس ابلكيشن تي ار بي. فهي عباره كلها عباره عن تمبرال ابلكيشن. هلا شو الهدف من الزياره؟ ممكن يكون سياحه، ممكن يكون انه عندك ورك بيرميت، يكون عندك دراسه. ممكن يكون عندك انت مثلا زياره بزنس اللي هو مثلا عندك كونفرنس او وات ايفر. الفيزا الابلكيشن واحد بس البيربس مختلف. اوكي اوكي واضح. ومنه على اساس الاوفيسر بيحدد يعني شو يعطيك. فيزا زياره الوالدين برضو تنضم لهم ولا لا؟ زياره الوالدين نفس الشيء، هي زياره. وفي في عندك فيزا اللي هو فيزنر اللي هو خلينا نحكي فيزا زياره، وفي عندك فيزا سياحيه. السياحه انت جاي انك بس تشوف كندا وتتفسح فيها، زياره ان معنى انت عندك ريليتيف، عندك فريند، عندك كذا. زي ما قلت لك هي لها، هي نفس الابلكيشن، ابلكيشن واحد ما بيختلف، وبيختلف البيربوس مش اكثر من هيك. انا بس حسب البيربوس بدك تحط سبورتنج دوكيومنت. صح. انا بس بدي اضيف شغله دكتور، انت حكيتها انه الاجريمنتس بين الدول مهمه جدا. مثال بدي احكيه سريعا، انه مثلا الصين وكندا في تبادل بينهم، بعطوا فيزا لمدة 10 سنوات ملتي انتري. فالصيني لما يقدم على كندا بأخذ 10 سنوات، والكندي لما يقدم على الصين بأخذ 10 سنوات. فأعتقد هذه بس حبينا نضيفها حسب الدول برضو يعني. بس احنا للأسف، احنا للأسف من الشرق ما عندنا الادفانتج لسه ما وصلنا. دكتور انا بدي اسال سؤال بجوز شوي غريب معلش. هل يعني شو علاقه مستشاري الهجره بموضوع الفيز السياحيه، فيزة الدراسه وما شابه ذلك؟ بجوز فيزة البزنس يكون لهم علاقه، يعني وين علاقتهم باي انواع فيزا، وين انواع فيزا هم ما لهمش علاقه فيها؟ ولا كله يعني ما شاء الله عليكم تشتغلوا فيه؟ لا هو سؤال كثير مهم، وهذا السؤال كثير بيسألونا بعض الأشخاص، بقول لي أنا بدي أقدم مثلاً فيزتر فيزا، أو أحياناً أنا مثلاً بشتغل بالإدوكيشن بجيب له الأدمشن، بقول لي شو الفرق لو أقدم الفيزا عن طريقك ولا عن عمالة لوحدي؟ وفي فرق واحد. أوكي. اللي هو لما أقدم لوحده بيقدم الابلكيشن وبكتب عن حاله، عبارة عن سمر الابلكيشن تبعه introduction. لما الأوفيسر يستلم الابلكيشن بيكون في documentation، بيكون في الابلكيشن نفسه، بيكون في supporting document، بيكون في bank statement، بيكون في أشياء كتير مستندات هي عبارة بشان تقوي ملفه. نعم. الفرق انه لما يعملوا عن طريق مستشار او يعملوا لوحده، لما يقدموا عن طريق انا في عندي اللي هو platform when I can do submission letter. Submission letter هي عبارة عن رسالة من مكتبي it summarize the whole file. يعني بدل ما يقعد الأوفيسر نص ساعة أو ساعة يفتش على كل ورقة ويقرأها، أنا بلخص له إياها بورقة واحدة. Okay. وبحط له بالsubmission letter إنه he should like grant him a visa according to the law so and so أو act كذا كذا كذا. يعني أنا بمعنى آخر الملف كله اللي بيكون حوالي 20 ورقه بعمله بورقه واحده. فالأوفيسر لما يقرا الورقه بتطلع وين في داوت، كثير كله عنده، افتح الملف بتاكد منها. يعني دكتور لما يكون واحد بده يجي سياحه، مستشارين الهجره اللي بيكونوا موجودين في كندا لهم دور في الابلكيشن تبعه؟ هو جاي سياحه لسه مش داخل كندا، لسه في بلده. انا كتير بعمل فيها السياحه اللي هو طبعا لان كلها الفيز اونلاين. انا بعمل التواصل معكم، كثير التواصل معكم اونلاين وبصير ترتيب. اوكي وانا بعمل له الابلكيشن من هون اونلاين، وبعمل شغله واحده باك هوم انه بعمل له البايومتريك فقط. بس تشرح لنا البايومتريك دكتور، لانه كان في سؤال. هو البايومتريك طبعا زي اللي هو مراكز الفاك، هو لما الواحد يقدم لفيزا بعد ما يدفع الرسوم يعمل له سبمشن ايميديتلي، خلال احيانا خلال ساعات، احيانا خلال اسابيع، حسب قديش السيستم او خلينا نحكي الفيزا سنتر بهذاك اللحظه يكون مشغول. بيطلع له ريكويست، رساله فيها رقم الفايل تبعه والابلكيشن نمبر واسمه معلوماته، وفيها كود او باركود.
مطلوب منه يروح على يعني على اقرب فاك سنتر اللي هو بيقدم طلب الفيزا. نعم. فهو بدل ما يروح يقدم فيزا هناك بس بروح بيعطيهم الورقه بلاقي اسمه موجود باخذ البصمه منه اللي هي البصمه فينجر برينت وده ست مش اكثر من هيك. هلا هاي البصمه صار لها 10 سنوات بس فينجر ولا أوكي. ممكن ياخذوا برضه عيون بصمه عيون؟ لا لا بس فينجر برينت. اوكي طب سينيور اوكي هذه البايومتريك. طبعا البايومتريك هي كل واحد عنده انفولف باي تمبرري ابلكيشن صار لازم يعملها. حتى الناس اللي داخل كندا بده يعمل اكستنشن لازم يعملها. هلا بالنسبه للبايومتريك في لها رسوم اضافيه ولا داخل ضمن رسوم الفيزا؟ لا هي البايومتريك مدتها 10 سنوات. هلا لما تقدم فيزا الزياره اول مره بتدفع $100 زائد 185 اوكي. لما تقدم فيزا مرة تانية تدفع بس $100. أوكي يعني هي 85 في أول مرة خلال 10 سنوات واضح. فالبايومتريك هي عبارة مشان يكون عندهم يقدروا يعني يعملوا عليك اللي هو كليرنس سيكيورتي كليرنس ويشوفوا أنت مين أنت يتعرفوا عليك أكثر. هذه الفيزا. دكتور لو أخذ لو أخذنا البروسيس من أولها وفي كل مرحلة من المراحل هل في أشياء بتعطي مؤشرات للرفض؟ يعني إذا الشخص ما انتبهش لهذه الخطوة ففي احتمال يجي رفض للفيزا، إذا انتبه لهذه الخطوات وكانت موجودة عنده متوفرة ففي احتمال تعزز الابليكيشن تبعه في قبول الفيزا. هل في شيء لو مستعرضنا البروسيس تبعها وأعطينا بس هيك بعض الكيز في كل مرحلة؟ هلا انا بدي اعطيك شو اجتهادي شو عم بصير بالسفاره. اجتهادي الخاص يعني انا لا داخل السفاره ولا بعرف كيف هاو بس انا اجتهادي ويعني من الابلكيشن مرات علي وبشوف كيف هاو ذا بروسيس. نعم اعتقد الابلكيشن كله لما تروح اونلاين بيصير لها سكرينينج. انا اخر في موظفين بدرجه معينه بكفاءه معينه بيعملوا سكرينينج. نعم هذا عنده good merit عنده good application عنده good reason هذا لا medium هذا لا nothing almost zero فبفصلوهم صح؟ فهم يعتقد they recommend للفيزا officer top ممكن the one they think they don't know ممكن they will pass it to him maybe they will not pass it then they decide on it صح؟ والأشياء اللي موجود نظرهم they don't have a merit أو ما فيش في يعني إشي مقنع برفضوها right away وكتير بصير أغلاط يعني احيانا انت عارف السفاره الكنديه انت لما تقدم طلب البروسينج تبعها ممكن يكون 45 يوم ممكن يكون اسبوعين بيختلف من شهر لشهر صحيح. بيختلف من دوله لدوله طبعا فاذا انت قدمت مثلا بالامارات البروسينج في ابو ظبي ممكن يكون اسرع من اللي في بيروت او في عمان او هكذا اوكي فالاوفيسر لما فلما انت تقدم طلب ويرتفض بيعطيك اسباب الرفض واحيانا بيعطيك اسباب تكون مش صح مثلا بقول لك ما فيش عندك مثلا اي دونت سي اني فاينانشال سبورت وانت بتكون معطيه فاينانشال ستيتمنت $100 هذا يعني انه سكرين غلط سكرينينج او ما شاف يا فكثير ابلكيشن بترتفض لاسباب غلط فبدك ترد المشكله مش زي السفاره الامريكيه انه يفتح ورق قدامك ويناقشك وتحكي معاه ايوه انه كله فروم ريموت فروم يعني فروم ديستانس وما في شيء اسمه هلا بقول لك واحد انا رفضوني بقدر كان ابيلت الابيلت سالونج بروسيس وبكلف ومكلف انا بقول له عندي صارت معي في شغله صارت معي دكتور لما قدمت انا الابلكيشن تبع الهجره ومشينا في البروسيس اجانا في البدايه رفض على نقطه يعني على حسبه النقاط زمان على اجانا رفض وكانت حسبة النقاط عندهم غلط للسفارة لما حسبوا النقاط كان إحنا حسبناها كانت النقاط سليمة وحسبتهم كانت غلط بعثنا لهم إيميل وبعد أسبوع ردوا إنه كلامنا صحيح إحنا كنا غلطانين يعني السفارة كانت غلطانة والحسبة اللي أنتوا كنتوا حاسبينها صحيحة والآن في قبول لأنه أعدنا حسبة النقاط وكان يعني موافقة للشروط ف. هل شيء من هذا القبيل في المراجعة ممكن يكون في سكانينج سريع أو ريفيو سريع للمسائل هذه مع السفارة ولا هاي حظ ضربت معنا لا هو اللي بصير هسه أنا كنت أكمل كلامي إنه لما يرتفض الشخص أول مرة يكون في أسباب هلا في سببين
بعطوك الاسباب دكتور، بعطوك الاسباب. تمام بعطوك الاسباب الكويس، بعطيك اياها اسباب الرايتنج. اوكي بس في اسباب ايش ما تشوف فيها لانه سبب عام، بس انا بقول لك ام نوت كونفينس انك حترجع بلدك. اوكي هو هيك شعوره. هلا كيف بدك تقنعه؟ في اسباب كيف تقنعه. حلو. او مثلا انا مش مقتنع بسبب زيارتك. طبعا بنطبق على كل شيء حتى ايفن في الدراسه. واو. بنعطيك اسباب للدراسه ليش رافض انك تدرس، فبعطيك الاسباب اللي بحكي فيه. انا رايي الخاص طبعا، يمكن اكون انا غلطان بس هذا اجتهادي انا وماي كونكلوجن، انه بالفيزا اعتقد اكثر من 50% في اغلاط. اوكي مستيكس، لانه السكريننج بكونش صح. انا بدي اسالك اسباب الرفض، طلع اول سبب واللي غلط من الاوفيسرز. لا بصير كثير يعني، بعض الزبائن بيقول لي معقول انه كندا بترفضنا لانه بدهم مور فيز؟ سؤال. والدليل في اشخاص بيقدم اول مره برفضوه، بيقدم ثاني مره برفضوه، ثالث مره بوافقوا عليه، ما تغير شيء. هو المره الثانيه احنا ما بنعمل ابيل، انت يو دو انذر ابلكيشن، بس مش ابلكيشن بحد ذاته كابلكيشن، ابلكيشن مع سبمشن، وبتحكي الاوفيسر انت رفضتني المره الماضيه لسبب 1 2 3 بس هو الحقيقه 1 2 3. اوكي فانت يعني يو بوش هيم تو اوبن هيز ايز، انت كنت غلطان قبل هيك صح؟ اوكي فهي بتفرق شوي. واحيانا بيكون في اسباب صح، يعني كيف اسباب صح؟ انه مش اسباب صح من وجهه نظره صح، بس هو يعني انت بدك تحاول الداوت او شوك اللي عنده انك يعني تحاول انه يشيلها من راسه. باي بروفايدنج تزويده باشياء اللي هي تعكس الرؤيه اللي هو ماخذها. يعني هم السببين الرئيسيات، بقول لك احيانا انه انا مش مقتنع حترجع بلدك. بهاي الحاله بده يكون عندك انت تايت لبلدك، ليش بترجع؟ سواء فاميلي اكستنشن، سواء عندك بزنس، سواء عندك مسؤوليه، عندك وايف، عندك اطفال، اشياء عديده. عندك بزنس انت خايف عليه، يعني انت مرتاح في بلدك. هي في جمله عامه، اي ابلكيشن تعمله اندر ستريس مرفوض. زي البنك، لما بدك فلوس ما بعطيك، لما بدكش فلوس بقول لك يو نيد ماني، تعال خذ. نفس المبدا اللي بحكي فيه، الفيزا اوفيسر يعني هو بدرسك. اذا الابلكيشن تبعك في ستريس بقول لك ديسبيريت. لذلك وجودك في بلد امني، وجودك في بلد سياسيه مرتاحه، وجودك بوظيفه كويسه، مش كتير ان ديسبريت لاحظ تدور على بديل، تفرق. لذلك اي واحد بيقدم لفيزا خارج بلده الاصلي يمكن يفشل، الا دول الخليج. يعني الاجنبي مثلا المصري او الفلسطيني بيشتغل بالسعوديه له نسبه نجاح عاليه، لانه بيعتبروا دول الخليج فيها برستيج وفيها انسنتر انه مرتاح. ميك ماني. لكن بشكل عام دائما الابلكيشن خارج دول الخليج في بلدك احسن ما تكون في بلد ثاني. يعني اللي عايش بالاردن بكون فرصته اكثر من العاش في تركيا الاردني. وهكذا. اوكي. فهي عباره عن، صدقني انا بحكي، هي سايكولوجي. يعني اذا رفض بده يرجع يعيد الابلكيشن من جديد. من جديد with explanation why he is applying again. اوكي. وهذا طبعا كم عاده الابلكيشن بياخذ منه وقت حتى يجي رد عليه؟ يعني بالرفض او القبول بيعتمد، هو عباره عن بروسينج تايم زي ما قلت لك اياه. هلا اكيد المره الاولى بيطول، المره الثانيه بيكون سريع لانه بيكون عندهم موجود بالداتا بيس تبعتهم. بتفرق. بس هي القصه فيها لما الابلكيشن يكون يعني قوي، يعني لسه احيانا بتلاحظ انه في ابلكيشن لشخص بيكون مثلا يكاد يكون معدم ماديا، واحد مليونير برفضوه. يس. طيب معناه هو ايش؟ اعتقد هو سكرينينج غلط. وصارت انا عندي زباين يعني واحد او اثنين they are really good، يعني they are well established وبعدين رفضوهم لاسباب doesn't make any sense. المشكله ما بتقدر تتصل فيهم او انه تخاطبوا على نفس الابلكيشن وargue with them. No. Apply again. The good thing, apply again, you can apply the next day. اوكي اوكي هذا كويس فيها.
ممتاز. دكتور عمر، أنا بس بدي أحكي شغلة بسيطة لجميع المشاهدين اللي بحب بكتب كومنتس. أنا شايف في بعض الأسئلة، حنجاوب جميع الأسئلة إن شاء الله بنهاية الحلقة. في شخص طلب الكوردينيشن أو طريقة التواصل مع الدكتور عمر، أنا حطها على الشاشة إذا حاب تتواصل، لكن حنحكي عن كل الأسئلة وحنجاوبها إن شاء الله اللي ما تجاوب عليها. فإذا في عندكم أي كومنت حطوها في التعليقات. دكتور عمر، الآن طبعا يعني خلينا نركز على أسباب الرفض، لأنه أسباب القبول يمكن أنه الابليكيشن كويس وعندك حظ في السكرينينج طب شو في أسباب رفض أخرى؟ أنت حكيت لنا قد يكون من السكرينينج، قد يكون بسبب التاي للدولة اللي هو أنك بدك ترجع بعد هاي الفيزا. شو في أسباب أخرى ممكن يرفضوها؟ الهدف من الزيارة، يعني مثلا واحد بده يقدم لزيارة يجي فاكيشن بشهر ديسمبر، اوكي وين بده يروح؟ على نياجرا فولز فروزن يعني مثلا بده يجي على كونفرنس. في ناس مثلا هو المشكله وين بكندا؟ بكندا انه الفيزا اذا دخلت البلد هنا في عندنا قانون مؤسسات، انت بامكانك يعني عندك اوبشن ثاني انك تمشي فيها، والقانون بيسمح لك انك تستي، يعني ما بقدر اسفرك ل 24 ساعه اذا انت يو فايليت اللي هو الكونديشن. فلانه الكنديين بيعرفوا انه هذا قانون حفهمينه، فبيحاولوا يكونوا they want to make sure 100% انه they screen you right، وبيعطوا للشخص اللي عارفين انه ممكن يرجع. فالاسباب الرفض انه شو الهدف من الزياره؟ هلا الهدف بيكون متعدد. هل الهدف انك جاي تزور شخص؟ طب الشخص مو انت تعرفه، شو وضع الشخص اللي عم تزوره؟ وين حتسكن؟ عندك ريتيرن تيكت؟ عندك بلان؟ هلا مثلا واحد بيقول بروح فاكيشن على كندا، بروح على فاكيشن بكون عامل ترتيب مسبق من اول يوم بنزل فيه المطار لغايه اخر يوم بتسافر فيه، ايه الفنادق وما الفنادق والحجوزات، بكون عامل بلان صح. هلا اي شيء بيعمله بكون دافع حقه، باخذه بسيريس انه فعلا هي سيريس. إذا كان بزور مثلا قرايب أو بزور أخ أو كذا أو شيء، أكيد الباك جراوند تبع الشخص اللي عمله invitation بيلعب دور. سؤال عن invitation هذا دكتور، إذا بعدين بس تخلص حكيك احكي لنا عنه. فأسباب الرفض هي زي ما حكينا مرة تانية، لأما ما فيش عنده enough capacity من ناحية فلوس بالبنك. يعني مثلا خلينا نحكي احنا حتى نرتب أفكارنا بدعيتها، يعني بتسلسل هي أسباب الرفض. سواء من الخارج او من الداخل. نعم. هلا في البدايه لازم يكون عنده اول شيء استابيليتي، وظيفي او صاحب بزنس، او انه بدرس مثلا، ممكن كان سبب عمره، ممكن له زميل بتزوره هون، احيانا بتصير. فاستابيليتي بالشغل والانكم. الشغله الثانيه بنك ستيتمنت. هلا بنك ستيتمنت بالنسبه للفيزا بالذات، اذا واحد جاي بده يقعد اسبوع هنا او حسبها بده قديش، يعني بده يكون معه خلينا نحكي 10000 دولار ماكسيموم كنديان، اذا از انف فور هيم 10000 كنديان مور ذان انف. مش يروح يحط ال 10000 اليوم روح اقدم فيزا ثاني يوم. الاوفيسر بده يشوف هل هاي ال 10000 هي حيلتك بس اللي عندك اياها، معقول انك تضحي فيهم بسياحه؟ معقول. فالديبث او الفاينانشال اناليسيز لإلك الاوفيسر يعني بنظر له، هل بحسابك مثلا عندك هيستوري 3 مانس فلوس بتطلع ان اوت، بيجيك دخل ثابت من يور سالري؟ انت لما تحكي انك تجيب رساله انك انت موظف بدائره معينه، اكيد في بنزل لك شيكات او مثلا انكم افري مانث، فبده يشوف هذا 3 مانس 6 مانث انه في يعني في ترند عم بنزل لك الفلوس كل شهر حتى يثبت مصداقيتك. فاستابيليتي بالانكم واستابيليتي بالعمل كتير مهمة. الشغلة الثانية، إذا كان هذا الحكي معدوم طبعا حيرفضه، حتى لو كان بحسابه 100000 حطهم خلال 24 ساعة أو خلال أسبوعين ممكن يرفضه، لأنه ممكن يكون يتدينهم. مزبوط ولا لا؟ طيب. أنا بحكي في كلمة ستريس. شو معنى كلمة ستريس؟ إنك أنت راح تعمل فاكيشن ومرتاح ماديا. اللي بيعمل فاكيشن معه 10000 دولار أكيد لازم يكون معه بحسابه ممكن حوالي 50000 دولار. أوكي. إذا بدي أعمل سياحة بعشرة، مزبوط؟ نعم. فالارتياح المادي سواء من دخل مادي او من املاك او من وظيفي، هذا اذا ما كان متوفر حيرفضوه.
الشغله الثانيه، احيانا برفضك بقول لك انت بسبب انه في عندك فاميلي كونكشن بكندا. اوكي رفض هاي طبعا. اوكي هلا هو سلاح ذو حدين. يعني احيانا واحد مثلا بده يعمل زياره او سياحه، تعرف كيف بالفيزا الكندي ما بيخلوا شيء اللي بيعرفوا عنك، والدك والدتك اخوانك كله هيستوري كامله صحيح، فبتحط كل واحد هو موجود من تاريخ ميلاده. ازاي الواحد لو غاب 20 سنه بيعرفوا انت هذا من وين اجى، بيعرفوا كل الهيستوري عنك. صحيح. لما قدمنا على الاميجريشن كتبنا كل هاي المعلومات كل شيء، ما بتقدرش تخبي شيء. فلما تقدم الطلب اذا كان هذا الشخص اللي بخصك هناك الدرجه الاولى وضعه كويس، الاوفيسر اللي بفكر بعده لبعيد بقول لك it is a plus انه الشخص هذا مش حروح لا على الولفير، he's gonna support him. وبعد الاوفيسر لا بقول لك لا it is negative, he's gonna get him established. مظبوط. I'm not to come back. صحيح. بس اكيد for sure انه احيانا واحد بحط مثلا دعوه بكون اخوه هون مقدم ريفيوجي او مثلا ستودنت، اكيد كل واحد هون في وضع عنده قريب درجه اولى temporary مش اقامه دائمه ولا جنسيه غالبا ما ترفض. اوكي ترفض؟ يس. اوكي يعني معنى اخر اذا انا بدي اقدم لفيزا واخوي موجود بكندا طالب دراسي او على فيزا زياره او صار له فتره هناك، هذا الحكي بعطي نيجاتيفيتي اكثر من ايجابيه، هيك الاوفيسر بنظر له. اوكي. لكن اذا كان اللي الشخص اللي بخصك وعايش بكندا هو مستقر وموظف وعنده دخل وعنده استابيليتي بالموضوع زي حسب الاوفيسر، في اوفيسر بنظر له ايجابي في اوفيسر بنظر له سلبي. طب هاي الدكتور بطلبوا يعني بطلبوا ستيتمنتس بنك ستيتمنتس من اللي بقدم الدعوه؟ لا من مثلا انا بدي اجيب اخ او بدي اجي اخوي زياره على الاردن على كندا، هل بطلبوا مني بنك ستيتمنتس انا في كندا ولا هي فولنتير؟ لانه انت متقدم لفيزا بقول لك اني اديشنال سبورتنج دوكيومنت اند اتس اوبشنال. فلما انت تقدم دعوه لواحد الافضل تقدم اذا كان عندك البيت لإلك، اذا عندك شركه، اذا عندك رصيد البنك، كل هذه ادد فاليو. بس كمان مره ثانيه المشكله مش كل اوفيسر بياخذها بنفس المعنى. اوكي. لهذا السبب الفيزا اوفيسر يعني عنده باور انه يرفضك فور هيز اون ساتسفاكشن. طيب دكتور لو في شركات او مؤسسات من بلد الشخص هل ممكن تقدم له هي لفيزا او نوع من انواع الفيزا؟ يعني مثلا فيزا البزنس مثلا، هل ممكن شركته او مؤسسه معينه موجوده في بلده هي اللي تقدم له على هذا على البزنس فيزا؟ وهل في انواع ثانيه مثلا فيزا ممكن تقدم له عليها مؤسسات او شركات لشخص، ولا لازم كل فيزا تتقدم بشكل انديفيدوال هو الفرد بنفسه يقدمها؟ لا هو الشخص بيقدمها لانه الابلكيشن بيطلع باسم الشخص وليس باسم الشركه، بس الشركه هي بتكون داعمه. يعني انا حكيت قبل شوي انه الهدف من الزياره ممكن يكون احيانا كونفرنس مؤتمر. هلا هذا المؤتمر ممكن الشركه نفسها هي دافعه رسوم المؤتمر وهي اللي دافع حق التيكت وهي الحجز الاوتيل. بالضبط. هذا اكيد ادد فاليو ويكون فيري سترونج ابلكيشن. اوكي. لانه هو رايح اون بيهاف اوف ا كومباني. بس هو الابلكيشن مقدمه بصفه شخصيه بس معاه سبورتنج دوكيومنت كفرنج ليتر من الشركه بتكون هي ادرستها للسفاره. زائد انه كل هاي الاشياء الاكسبنسز سواء حجز الاوتيل سواء كل هاي الاشياء هي عباره عن ادد فاليو للموضوع. في ناس بيطلعوا على كونفرنس، في ناس بيطلعوا على مثلا they want to negotiate for a commercial deal، او مثلا بدهم يزوروا مثلا مصنع they want to see a product. ففي اشياء كثيره تحت مسمى اللي هو خلينا نحكي business category. اوكي اعتقد هذه من اقوى الابلكيشنز. اوكي
طب دكتور، بالنسبة للإنفيتيشن لتر أنت حكيت عنها هيك سريعاً، وأنا شفت على موقع الهجرة في زي تمبلت بحطوه للأبليكيشن لتر، للإنفيتيشن لتر سوري، اللي ممكن تعملها زي ما بيحكوا الدعوة لكن بيجيك أنا مثلاً بيجي أصحابي بيقول لي والله اعمل لي إنفيتيشن لتر بتساعدني، هل ممكن فعلاً هذه تساعده ولا مش شرط؟ هي مش بس الانفيتيشن لتر، الانفيتيشن لتر من الشخص هذا طيب بدك تربط العلاقه بينك وبينه. اوكي. يعني انت اعطيته دعوه، اعتقد كدعوه مجرد الدعوه، يعني الدعوه لإله حسب حظه، اعتقد فيها نوع من الحظ، يا اما الاوفيسر باخذها سيريس وتكون اد فاليو، لا اما بقول لك بدي سبورت الدوكيومنت من الشخص هذا. انت عارف الدعوه هي ما فيش التزام منك، يعني احيانا بعض الناس بودي دعوه مثلا لقريبه لاخوه بحكي بالدعوه انه حيسكن معي وانا متكفل كذا. هذه it means nothing اذا ما كانش عنده هو نفسه الفاينانشال ستابيليتي. نعم. زي السوبر فيزا، الواحد بيقدم لابوه وامه سوبر فيزا بس بيطلبوا من الام، من الاب والام يكون عنده بنك ستيتمنت. اوكي. رغم بكون الابن هو متعهد الموضوع. واحيانا انا صدفت علي حالات انه اذا انت تكون very very sincere و very transparent مع الاوفيسر he will give it to you. انا عندي one applicant، واحد قدم ليو اس اي مره ومرتين رفضوه، راح قدم لكندا وقال لهم انا بصراحه قدمت لامريكا مرتين ورفضوني وانا معني اروح على كندا بدي اعالج مرتي. ايوه. لا في دعوه لا في شيء كذا، بس لانه كان very honest from the beginning اطيره. واضح. Yeah. طب هي عباره عن ماتريكس، يعني ما فيش لها رولز ثابته. واحيانا انا كنت احكي كلام ممكن sounds and logic، كنت احكي انا ممكن الفيزا عباره عن كوتا. This week they're gonna give 100 people. If they apply 1000 they might take the 100. Oh, it's just okay. Like you don't know. مم. والدليل انه في بعض العائلات بتلاقي مثلا 4 5 6 من نفس العائله اخذوا فياز، طلع ان doesn't make any sense لا financially ولا من هدف الزياره. وفي شخص بتلاقي هو لحاله حمله خفيف و very well established ورفضوه. دكتور، طبعا الكشف الطبي او الفحص الطبي متطلب اساسي في موضوع الفيزا وشروط الفيزا؟ لا ابدا ابدا مطلوب. لا. عدم محكومية ولا عدم محكومية، كل إشي temporary مش مطلوب. واضح. Okay. Yeah. طيب حتى بعد الموضوع تبع الكوفيد 19، هل في صار شيء جديد على الفيزا وإجراءاتها ومتطلباتها ولا لسه الموضوع مش واضح ولا مبين؟ أعتقد الفاكسنتر أول شيء بلش يفتح في كتير دول، اللي هو وين انت عارف كيف الفيزا هي احدى الاشياء الرئيسيه لما تقدم طلب فيزا بتروح تعمل بايومتريك اللي هو الفينجر برينتس. نعم. كان يعطوا الواحد 30 يوم حتى يعمل، بعدين لما صار كوفيد صار يعطوا 90 يوم. بعدين وصلوا مرحله انه 90 يوم عدوا ولسه مسكرين. فبلشوا يوقفوا الفيز لانه الابليكانت هي كانت بروسيس فيردر بالابلكيشن. أوكي. بس هلا رجعوا يفتحوا مره ثانيه، واعتقد الامور ممكن ترجع طبيعيه زي اول، بس لغايه هلا في ريستريكشن انه تو ترافل تو كندا حتى لو معك فيزا، واعتقد امانت جو. بس انا يعني دونت تيك ماي وورد، انا بحكي لك زي ما بتذكر انه في اكزيمشن لبعض الناس اللي معاه فيزا اوريدي يقدر يرجع كندا ذيس دايز، مثلا اذا الاخ عفوا اذا الاب يزور ابنه او الابن يزور ابوه او الام او الدوتر او كذا، يعني العلاقه اللي هي بين الاب والام. اعتقد هذول دي ار اكزمت، لكن واحد مثلا بده يزور اختها او واحد يزور اخوه اعتقد بيستل يعني بان بسبب الظروف اللي عم بتصير هلا بسبب كوفيد 19. اوكي. هذا الطالب اللي معاه، الطالب اللي معاه اعتقد لا هذول لانهم عندهم وضع اوريدي هون ستادي معاه فيزا. يس هي كانوا تعجب بستادي ورقه من السفاره قبل ما يطلع على المطار. بالضبط، اللي هي نو اوبجكشن. هلا مثلا في ناس كان عندهم ورك بيرميت هون
هو ولده ومرته والزوجة والأولاد على مارش بريك مثلا نزلوا على مثلا على مصر. نعم. صارت كوفيد 19 سكرت. هذول أخذوا إكزيمشن من الإميجريشن من هون إنه they can board the flight to join with their husband with her husband or with their dad. Yeah. هذول كان عندهم إكزيمشن معروف. Yeah. طب دكتور هل أنا حصلت على الفيزا معناها أنا ضامن إني أدخل كندا؟ أبداً. الفيزا هي بتعطيك خلينا نحكي تعطيك إلى حد ما الحق to board the flight. أوكي. إذا الفيزا تبعتك بارد وشغالة إذا أنت كنت في مطار دبي أو في مطار عمان أو مطار كذا they scan the visa الفيزا ريال you board the flight. أوكي. لما توصل هناك بإحدى المطارات الكندية حتسأل أسئلة ليش جاي؟ شو هدف من الزيارة؟ نفس الأسئلة ممكن أنت اللي جاوبت عليها بالأبليكيشن يسألك إياها. نعم. أوكي. وين رايح؟ شو عنوانك؟ قديش حتقعد؟ كل هاي الكلمات. إذا هو شك لأي سبب معين. يعني مثلا شفت واحد جاي زيارة أسبوع وحامل حوالي ممكن 5-6 باكس. هذا مش جاي أسبوع. يعني إذا الأوفيسر شك في البيربوس من جايتك يكون حط عليك ريستريكشنز. دكتور عمر في برنامج تدخل بتدخل باكزامينيشن لايك فيرست سكند ثيرد اكزامينيشنز بالمطار يا بيجوا على التلفزيون الكندي اسمه بوردر سيكيورتي اي ثينك. بنصح الجميع يحضروا لانه في شغلات حلوه. المهم في واحد قالوا له تفتيش دخل يفتش لما فتحت الشنطه لقت حاطت ريزومي اللي هم السي في بسموهم عندنا. قالت ليش هدول؟ قال له عشان ادور على شغل. قالت له بس انت فيزتك فيزا سياحيه انت معناها انت هدفك مش جاي سياحه جاي تدور على شغل. يعني اللي جاي سياحه بحملش معاه الريزومي هذا طابعهم انه 20 واحد. لهذا السبب نرجع على شيء اسمه بسموه ديوال انتنت. لما يكون عندك هدفين بقول لك يو هاف تو ديكلير ات ذا امباسي. اوكي بس احنا عارفين اف يو ديكلير بوث دي ما تريجكت يو. يا فلذا اذا جيت هون وغيرت then it's for them انت like and you are in violation. حتى اعتقد نفس الشيء بيو اس اي نفس الطريقه. yes. طيب دكتور ال ايش الفيز اللي تخول صاحبها انه يقدم لشغل في كندا وممكن يحصل على شغل ويرجع يقدم لفيزا جديده مثلا لورك بيرميت او لشيء من هذا القبيل؟ هل في كل حالات الفيز والتأشيرات ممكن يروح تنك ذا دور ويشوف الشركات ويشوف المؤسسات ويقدم لهم لعمل؟ هلا الفيزا السياحية هي بتعطيه one advantage. اوكي. انه هو لما وجوده بكندا حيكون هو عبارة عن physical contact مع الامبلوير. ممكن يعمل انترفيو. يمكن يقنعهم لانه بتعرف كيف هو بالنهايه اجنبي. حتى يعطوه جوب اوفر في له بروسيس والبروسيس مو سهل وبتطلب من الامبلوير جهد ورسوم حتى يعمل ابلكيشن تو هاير ا فورنر. نعم. فحتى يقتنع فيك اكيد لما يشوفك شخصيا للاسف صعب تلاقي واحد يلاقي وظيفه يعني هو مش موجود بكندا. لكن لما يكون موجود بكندا بيعطيه الفرصه انه يقابل الامبلوير. إذا هو قدر يقنع الامبلوير إنه يمشي بهذا البروسيس يعني هاي الفائدة الوحيدة ممكن يستفيدها إنه عبارة عن يعمل ساتيسفاكشن أو يعطيه تشانس إنه تو ميت وذ ذا امبلوير فيس تو فيس. بس ممنوع يشتغل بالفيزا السياحي. ممنوع. والشغلة الثانية أحيانا مثلا الامبلوير أعطاه جوب أوفر وأعطاه الليميا. مزبوط؟ هلا في طريقتين. لما ياخذ الليميا أحيانا كان يروح على CBSA اللي هو اليو اس كنديان بوردر سموه فلاج بولينج معنى آخر بتروح أنت يو درايف تو ذا يو اس يو اس يو اس بوردر. أنت بتعرف لما تروح على يو اس بيجي بوشك بس الأمريكان ما فيش كنديين صح دويت يو اس. فأنت هناك بتقول لهم أنا جاي أعمل فلاج بولينج. فلاج بولينج معنى آخر أنا مش داخل يو اس أنا وأنت تيرن كم باك. أوكي أوكي. الامريكان بيعطوك ستيكر او يلو ستيكر فبترجع عندي على الكنديين
بيعرفوا انك انت ما دخلتش يو اس. اوكي انت بتعطيهم الماي اي ابلكيشن ذا بروست بير سي بي اس اي. طبعا لما تروح انت على سي بي اس اي تو بروست يو غانا جو ثرو ذا هيل اوف انترفيوز. سي بي اس اي ذي ار نوت ايزي, مش زي الاميجريشن. انت عارف السي بي اس اي هم لايك ذا جارد, حامين البلاد بالضبط, يعني بيار طف. فدائما يعني لغايه يعني اعتقد من حوالي تقريبا سنه بلشوا يعملوا ديكلاين لاي واحد بغير ستاتوس تبعته على الحدود الا الطلاب. اوكي احيانا ستودنت لما بده يعمل اكستنشن للورق لازم هي هاز تو اكزيت, فبيسمحوا له يعمل فلاج بولي. لكن واحد حصل على جوب اوفر هون ويروح يعملها على الحدود mostly be like it. Okay. like عبي اونلاين. طب شو بصير فيه هذا اللي على الحدود؟ شو بصير فيه؟ لكن انت حيسألوك انت جيت زيارة هون وكيف شفت الوظيفة وشو قابلته وكذا, انترفيو كاملة. وإلهم الحق انه اذا هم شافوا انت you are not fit the job هيرفضوك. طب هل اللي بحكي فيه لا يعني الا ما ايه جارانتي ورك بيرميت. اوكي كمان كم الفتره اللي ممكن يجلس فيها بالفيزا السياحيه, خلينا نحكي, لانه باقي الفيز حسب مده الدراسه او العمل. هون بصير الكونفيوجن بعض الناس, مثلا بكون معاه فيزا سنه بغض النظر سنجل انتري ولا مالتيبل انتري, او بكون معاه 5 سنوات. مهما كان نوع الفيزا اللي معك, ان شاء الله معك اياها شهر, مجرد دخولك على البوردر في المطار بكندا, اذا الاوفيسر ما ختم لك تاريخ معك 6 شهور ماكسيمم. بغض النظر هاي ممكن الفيزا تنتهي بعد اسبوع, بس ما دام دخل فيها كندا له الحق لغايه 6 شهور, ما دام الاوفيسر ما حددش بالضبط الفتره الزمنيه. فلذلك بتلاحظ ناس بدخل المطار ما فيش تاريخ بس انتري, بس ما بقول له you have to leave by certain date, فمعناها 6 months. واضح. واذا كان بده certain date مثلا بقول له you have to leave مثلا اذا دخل بجانيوري 1st you have to leave by January 15, بكون محدد. فالأوفيسر هو بيحدد how many days he can stay in the country. بس هي maximum 6 months. واحيانا الاوفيسر بحط كمان 6 مانث تو ميك شور انك يو اندرستاند. اوكي بس اذا ما في شيء على الباسبورت بتعني 6 مانث, ما بتعنيش سنتين, 6 مانث ماكسيمم. حتى اللي بيجي على الاي تي اي من يوروب هي 6 مانث اللي هم بدون فيزا, then بعد 6 مانث هي هاز اذر رينيوت. واذا هو دم رينيو بده يكون في ريزن واي هو ترنيوت. انت صار لك 6 شهور بتقعد زياره ما خلصت, شو هدفك من التمديد؟ يلا يعني في اسباب. طب دكتور بالنسبه للشغل انو من الفيز اللي بيقدر يشتغل فيها الان فيزه الدراسه؟ اتوقع انه في عنده امكانيه يشتغل اثناء الدراسه ولا لا؟ وبالنسبه لفيزه الزياره هل بامكانه يشتغل في فيزه الزياره؟ هلا بدنا نميز احنا. هلا عندك الفيزا هي فيزا, هدف الفيزا to board the flight and come back. Yes. هلا الطالب لما ياخذ فيزا من بلده اول ما يوصل المطار بيعطوه work permit, بيعطوه student permit. student permit. اوكي student permit عباره عن ورقه. اوكي الفيزا على الباسبورت. Yes. هاي student permit بيعطوها بمده الكورس, كان سنتين هي سنتين. اوكي تمام. هلا اوتوماتيكلي كطالب له الحق يشتغل 20 ساعه بالاسبوع بدون بيرميشن, بدون ورك بيرميت. اوكي هلا في ناس شو بسوي؟ بيكون معاه ستودنت بيرميت مثلا سنتين, الفيزا تبعته بتنتهي بعد سنه. اوكي بروح على عمان مثلا او على دبي فاكيشن, بنسى انه هاي الفيزا تبعته لازم يروح يعبي للسفاره مره ثانيه يعمل نيو فيزا, لانه ستودنت بيرميت ما بتاهله تو بورد ذا فلايت حتى لو فاليد. فهذا الكونفيوجن بعض الناس ما بيعرفوش. خليني اشرحها ببسط دكتور. الفيزا
هي لدخول كندا، أما الستادي بيرميت أو الورك بيرميت هو للجلوس في كندا. صحيح. فوجودك في كندا قانوني ولا مش قانوني بيعتمد على الستادي بيرميت أو الورك بيرميت. فدخول كندا والخروج منها أو الخروج منها سهل، بس الدخول بدك الفيزا اللي موجودة على الجواز تكون فاليد. نعم. صح. واضح. شو رأيك نأخذ أسئلة الجمهور دكتور سريعا؟ مثنى بسلم عليك بقول لك حلقات رائعة، أجمل البرامج الغنية جدا، أنرتم أحبتنا. مازن أنا عجبني هو السؤال بس بحكي أنا مازن I think مأذن شاب سوداني، السلام عليكم أرقى ثلاثة ثلاثي خبير، تحية خاصة للدكتور وسيم عمر، طلعت دكتورنا وسيم كتير، الدكتور جمال صاحب الجملة سلام للجميع، والإنسان الخلوق أبو نظارة، أبو نظارة اسمه محمد تميمي. يعني حقتني ولكن أهلا وسهلا فيك. طيب هذا جوابنا ما يقصد بالبيومتريك. هل فيزا الدراسة مشروطة بالعودة للبلد الأم بعد إكمال الدراسة؟ طبعا ممكن هذا الموضوع نحكي عليه في حلقة خاصة بالطلاب أو الدراسة education. نعم طبعا فيزة الدراسة لها حيثيات مختلفة شوي. فيزة الدراسة لما الأوفيسر يوافق يعطيك فيزة الدراسة بده يعرف أنت هاي الدراسة هي عبارة فيها integration وفيها like مكمل للسكيلز تبعك، وحتفيدك أنك لما ترجع بلدك أنك تفيد بلدك من ناحية، والشغل الثاني كمان في إلها إلك development وإلك فائدة فيها. طيب فهي بتختلف. فكتير بركز أنا الإنسان لما بده يكمل دراسته في كندا بدي يعرف إنه هاي الدراسة في إلها مجال عمل في بلدك. يعني أنا في واحد أفغاني من السعودية تواصل معي قال لي أنا بدي أدرس إشي له علاقة بأبراج المراقبة في المطار. نعم. قلت له بس هيك وظيفة في أفغانستان لسه يعني أندر ديفلوبمنت وفيها مشاكل كذا، ما ظنش إنه الأوفيسر حيقتنع إنك حترجع أفغانستان تشتغل. أنا بعطيك بس إكزامبل إنه اختيارك للبرنامج كتير مهم، إنه هذا البرنامج بعد ما تتخلص أنت دراستك شو حيفيد بلدك ويفيد الكوميونيتي ويفيدك أنت. هاي صحيح بدها حلقة دكتور، لأنه موضوع الناس تيجي على كندا كتير عشان تبقى في كندا لأنه في برنامج للتسهيل للهجرة، فأعتقد بدها حلقة هاي. شكرا يا مثنى على السؤال. في كان في وثيق بيطلب الكوردينيشن، احنا حطيناها على ممكن تعمل سكرين شوت تتواصل مع الدكتور. بيسأل انا قدمت فيزا دراسية وجاني الرفض بسبب الحساب البنكي، وممكن السبب، وهل الرفض مرة اخرى يكون هناك رفض اخر؟ وهل يعني وهل سوف يكون رفض اخر؟ انا فاهم شو قصده. تفهم انه احيانا انت لما تقدم طلب فيزا بيعطيك اسباب رفض واحد اثنين، ممكن زي ما حكى هو سببه اللي هو القدره الماديه او الحساب البنكي. هذا الحساب البنكي ممكن في مشكله انه مثلا ما فيش عنده هيستوري، ممكن يكون ما فيش كفايه في رصيد، بعرف شو المشكله بالضبط عنده بحساب بنكي. لكن ممكن لما يقدم مره ثانيه الاوفيسر يشوف شغلات ما شافها اول مره. هسه بحكي لك في عندنا في الفيزا سكرينينج كثير في عندنا مشكله فيه. طب في سؤال من مثلنا بيحكي هل معقول الحكومة الفيدرالية ودائرة الهجرة لا تحاسب الموظفين على أخطائها لا ذنب للمقدمين بها؟ هي من وجهة نظر الموظفين هم بيحاولوا يحموا البلد، بيحاولوا يدخلوا ناس واثقين منهم، منهم يعني بقول لك إنه إحنا بندخل ناس واثقين إنهم هيجوا على كندا وهم بالدور المطلوب منهم يرجعوا. المشكلة في الفيزا أبليكيشن الأبيل تبعه أو أنك تأرجو it's complicated. لأنه الفيزا أوفيسر عنده مانديت. يا بحجج أنه بيحمي بلده يا بحمي. ويبدو أنه بإمكانه يعني الحجج تبعته يعني منطقية وصعب أنه تبروف عكسها يعني. بالضبط. وانا بحكي بس لمثنى للجميع، يعني اعتقد انه الحكومه عندها برضه رقابه وعندها الناس اللي بيغلطوا بتحاسبوا، بس مش معناه انه يوافقوا على الطلب. يعني اوكي حاسبوا الموظف واعطوه خصم ولا اعطوه whatever، مش هيرجعوا يقولوا لك تعال احنا اسفين. طيب في سؤال تاني، هل تختلف الفيزا حسب المقاطعات كيبيك مثلا او بريتش كولومبيا؟ الفيزا هي فيزا فيدرال مش زي الهجرة.
لا أبدا، مختلفة تماما. أوكي، في سؤال: ممكن تفاصيل الحساب البنكي الداخل والخارج للحساب إذا كانت موظف الفيزا للدراسة، هل في عندك؟ تمام. الفيزا الدراسي لازم يكون اتليست مينيموم مع تكلفة السنة الأولى. السنة الأولى هي عبارة، يعني مثلا بكندا أنا بعرف إنه تكلفة الرسوم حوالي بين 17,000 كندي لغاية ممكن توصل ل 30 حسب الكورس وحسب الدرجة. حتى تعيش بدك تقدم على مرة ومرة ونص، بده يكون بحسابك اتليست 50-60,000 كندي. تقريبا. أو بحساب الأب أو الأم اللي بعتيه. هلا الحساب الأب والأم كويس، بس بدي أقول لك شغلة، ممكن تكون إيشيو لما يكون الشخص هو ماتشور. يعني إذا الشخص عمره 18 سنة ومخلص هاي سكول وبده يكمل جامعة، it makes sense. لكن إذا عمره 35 سنة. أوكي. مخلص بكالوريوس. أوكي، اختلف. Doesn't make any sense. هذا بأخذ حساب مرته. إذا كان في موضوع ثاني ما حكيناش فيه أو سكيبت باي ميستيك، اللي هي السوبر فيزا. إس هاي هاي يا. أعتقد هذه بدها يعني. بدها حل. لوحدة ما بعرف كيف هو كان هندلت، لأنه فيها حيثيات تفاصيل شوي. ممكن المرة القادمة إن شاء الله نشوف. السوبر فيزا مهمة يس. نعم. والدراسة مهمة. طيب أنا حسجلهم عشان ما أنساهم لأنه هدول مهمات. إذا كانت الدعوة لبرنامج ترشيح المقاطعات، هل يعتبر هذا إيجابي؟ إذا كانت، عفوا السؤال مرة ثانية. إذا كانت الدعوة لبرنامج ترشيح المقاطعات، هل يعتبر هالشيء إيجابي؟ أكيد. أتوقع. يا. يعني بتساعد. أوكي. طبعا. طيب. في هون كيف ممكن نعمل لم شمل لأهل زوجي، للعلم أنهم من بي آر، أنا معي جنسية كندي وزوجتي معها بي آر قطاع غزة، تتقدم للجوء، ما هي أفضل طريقة؟ كان لم الشمل، هو معه جنسية كندية وزوجته معها بي آر وبده يعمل لم شمل لأهل زوجته مع العلم أنه من قطاع غزة وتقديم للجوء. نعم، حكينا فيها المرة الماضية. Yes. لم شمل اللي هو عبارة عن اللي هو لم شمل العائلات. Yes. إذا رجعت يا علي أي ثينك الحلقة اللي فاتت. يا الحلقة اللي فاتت الأسبوع الماضي بنفس الوقت. مثنى بسأل: في مواقع فيسبوك عربية بتركية تعرض فيزا لكندا خلال شهر أو أكثر زي ما حكيت مبلغ 5000 ل 10000 دولار وتسديد عند صدور الفيزا أو عند استلامها. أنا أعلم أن هذا كذب ونصب، يا ريت تنصح الشباب برسالة إنسانية صادقة أن هذا شغل تجارة بالبشر. أنا متأكد أنه هذا الشخص اللي بطلب مبلغ حيقول لك أعطيني جوازك بجيب لك الفيزا. نعم. هو حيجيب لك فيزا فيك. حتورط في المطار ممكن ينسجن. واو. وإذا كان بتركيا مصيبة. يب. هل التقديم على الهجرة العشوائية اللي هي I think Green Card Lottery للولايات المتحدة تؤثر على فيزا الدراسة لكندا؟ أعتقد ما في لينك. Okay. It's not connected. طيب في سؤال الأخير: ما هي احتمالية قبول فيزا سياحية للوالدين اللي عندهم ابن في كندا مقيم ولكن لا يحمل البي آر؟ يعني مقيم يعني يا بدرس يا بيشتغل، هيك اللي في معاي. ما في مشكلة. نفس الشيء إذا كان الشخص اللي هنا عنده وضع وعنده ستاتوس، كان طالب او بيشتغل، عنده وركر وات ايفر، عنده ستاتوس موجود هون، ما في مشكله ابدا. يعني بيعتمد شو وضع الشخص اللي بكندا وشو وضع الاب والام موجودين في بلده. المشكله اللي هدول جايين بدون ستاتوس، اللي قاعد هنا وخالف الفيزا، هدول مشكله كبيره. مستحيل هذه الا اذا السكريننج طلع غلط لصالحه. طيب انا اتوقع كل الاسئله خلصناها. طبعا في اسئله ممكن تخطر في بال بعض الناس ممكن ما حكوهاش. تفضل. انه الشخص لما يقعد هون 6 شهور واكسباير شو بيقدر يعمل؟ ايوه. او مثلا يتجوز. نعم نعم. هلا اذا هو داخل المطار، اذا ما في ختم بدل انه يعني فتره زمنيه معينه معناها 6 شهور. نعم. بس هو كان سواء كان في تاريخ معين او ما في تاريخ، حسب التاريخ الموجود
لازم يعمل إذا بده يضل بالبلد بده يعمل رينيو. ملوش علاقة بالفيزا اللي بعده على الجواز شغالة مش شغالة، وبطلع على التاريخ اللي حطه الأوفيسر بالمطار. سموها فيزيتور ريكورد عندك يا؟ لا هو هلا في لما يدخل بقول له مثلا مسموح لك تقعد شهرين، فبكون معطيه ديدلاين اكسباير باي سو اند سو، أو إذا ما حط ختم بكون هي 6 شهور. نعم. بغض النظر أي واحد منهم، بس تنتهي الفترة الزمنية لازم قبلها بفترة ينصح ب 30 يوم إنه يقدم طلب رينيو. لما يعمل تمديد بده يكون حاط في باله شو السبب. يعني أيضاً إنه مثلاً عم ماشي في كورس لغة إنجليزية، لأنه ما بيقدرش يمشي في كورس أكثر من 6 شهور لأنه بده بيرمت، فممكن يمشي بدراسات ما بدهاش بيرمت عشان يستغل الأيام اللي قاعدة في كندا. أو ممكن إنه مثلاً هو في زيارة لأخته مثلاً، أخته مثلاً عنده وضع معين مريضة أو عنده كذا، أو مثلاً في وضع ولادي، أو يعني بغض النظر في أسباب عديدة. نعم. لكن أحياناً ممكن يستنى وهو يكون منتبه إنه اليوم عدى الإكسبيري، هو مش منتبه، مجرد ما عدى هذا اليوم وبده يحاول يعمل رينيو بده يعمل أبليكيشن تاني قبلها بسموها ريستوريشن. يعني ما ناخر لازم يصلح وضعه القانوني حتى لو اتجوز يوم. أوكي. يصلح وضعه القانوني وبعدين بيعمل اكستنشن. هو يعني لذلك لازم ينتبه انه قبل الديدلاين لا ما بيغادر لا ما بيعمل رينيو. واضح. طبعا يسرى تسال، اعتقد هي كانت تسال عن موضوع عندهم ابن اللي هم اهلها جايين من امريكا، اذا ما هم جنسيه امريكيه ما بدهم فيزا لكندا، وحتى لو معهم جرين كارد في امريكا ما بدهم فيزا لكندا، صحيح دكتور؟ صحيح. اذا موجودين في امريكا ليجالي ما اتوقعش انه عندهم مشكله. انا فلسطيني مقيم في الامارات، كيف طريقه الهجره؟ احمد الراي هاي بدها حلقه. هذا اوريدي في حلقات احنا حكيناها. انا عندي اقتراح، وهو الاقتراح ناخذه على الهواء هيك، نعمل حلقه يعني أسئلة الجمهور من مختلف المواضيع ما يتعلق باللجوء والهجرة، لكن مش الحلقة القادمة، نعلن لها بعدين حتى الناس ترتب حالها وترتب كل أسئلتها وتيجي بأسئلة هم محتاجين يسألوا عنها، فممكن نفتح وقت أكبر يكون فيها وقت أكبر بكثير لكل أسئلة المشاهدين. أكيد. ومن مختلف الأنواع من أنواع الهجرة أو اللجوء أو غيرها. طبعا ما يبتسأل هل كشف الحساب الزامي؟ يس، كشف الحساب الزامي للطالب. دكتور احنا بدنا نشكرك على وقتك وعلى جهدك. اللي بدي يتواصل مع الدكتور هذا رقم الهاتف، هذا مش واتساب بس ممكن تبعته على الايميل info@amroimmigration.ca، وعلى الفيسبوك برضو عندهم تواصل، وان شاء الله بيقدروا على الموقع برضو عندهم على الموقع في اي ثينك في فورم عندكم دكتور على الموقع للي بده يعمل consultation، صحيح؟ الفورم موجود، بس يروح على الويب سايت، وممكن يروح كمان على الفيسبوك. إذا على الفيسبوك بعتلنا على البيج احنا نبعث له فورم بعبي باللغة العربية، أسئلة بسيطة، بس هاي الأسئلة كتير دقيقة وبتعطينا يعني فكرة كيف نعمل له evaluation، نعطيه الخيارات اللي قدامه موجودة. أوكي. دكتور بس سؤال أخير، هذا أعتقد أنه مهم وقريب. واحد دخل على كندا بفيزا زيارة وقدم على لجوء، هل عليه تمديد وضع الزيارة؟ بعد ما قدم لجوء أصبح هو مش زائر أبداً، يتغير الوضع تبعه، مش بحاجة يعمل أي شيء. أوكي واضح. الله يعطيك. في بس نقطة حبيت أنا أركز عليها قبل ما ننهي الحلقة. تفضل دكتور. في أحياناً بعض الفيز بنقدمها لبعض الناس تكون لأسباب إنسانية. في منها نسبة نجاحها عالية، في نسبة نجاحها كتير متدنية. يعني أعطيك مثل، في هون كتير ناس مثلا مقدمين طلب لجوء، بعطيك بعض الحالات اللي مرت علي أنا شخصيا، يعني بيكون مقدم طلب لجوء بيكون هو لوحده أو بيكون معاه نص الأولاد والنص الثاني هو مرته والنص الثاني موجودين مثلا بالسعودية. انا عند الحالات عندي بعض الحالات انه انا قدرت اجيب فيزا للشخص للست واولادها الباقيين يدخلوا على كندا، وزوجها لسه عم بقدم قضيته. اوكي بس كلها بده يكون فيها مرض، فيها اسباب انسانيه.
واحيانا مثلا بعض حالات تانية انه الشخص بيكون نجح مثلا وقدم للبي ار وعائلته ومرته مش موجودين معه، فبيقدموا زيه زيه بدل ما هم يستنوا البي ار حتى يطلع يدخلوا كندا. احيانا اذا في اسباب انسانيه كافيه بيقدر يقدم لفيزا لاولاده ومرته يدخلوا وهم عم بيستنوا في البي ار. اوكي نسبه النجاح مش جريت، بس في حالات نجحت معي ومعروفه في احتماليه. yeah. طيب بنشكرك دكتور كتير، ما بعرفش اذا عندك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور عمر، شكرا دكتور جمال. يعني كباقي الحلقات حلقه مثمره ومفيده، وان شاء الله الاصدقاء يعني يستفيدوا منها. احنا اذا بنخفف معاناه 1% من الناس فاحنا بنكون في احسن حال وباكبر سعاده. أكيد أكيد. أنا نشكر الجميع طبعا اللي كانوا معنا. بنذكركم بحلقات اليوم إن شاء الله راح تكون عندنا حلقة الساعة 7، يعني بعد ساعة تقريبا، من جمال الحياة مع ريم، وإن شاء الله حلقة الساعة 9 حتكون في مقهى كنار لايف، حيكون حلقة مميزة عن مسابقة موجودة في كندا للغناء العربي. فكونوا معنا إن شاء الله، والسلام عليكم. السلام عليكم.